أهلا بكم، هنتكلم النهاردة عن مزيكا جميلة جدا، مزيكا مريحة، مزيكا تهدي أعصابك، مزيكا صيفي خالص، بيسموها مزيكة الريف أو الكونتري ميوزك. الكونتري ميوزك أول ما تسمع كونتري هتحس إن أنت واقف في وسط الزرع. لازم يا جماعة يكون عندكم تخيل برضو للموقف، هتحس إن أنت واقف في وسط الزرع الطويل ده، اللي هو الأخضر الطويل ده اللي بتشوفه في الأفلام بتاعة المكسيكان والكاوبويز وكده. بيسموها كمان الويسترن ميوزك، بيسموها الكاوبوي ميوزك، الناس اللي هي بتبقى راكبه على الحصان دي وتجري كده وسط الزرع والحاجات، وتلاقي المزيكا شغاله معاها، هي دي الكونتري ميوزك. اول ما تسمع المزيكا دي لازم تخش في المود ده، لان هو مريح لعينك، تحس ان انت شايف منظر جمالي قدامك واسعه والدنيا خضراء والحياه جميله وكده، فده بيديك مود حلو قوي، تقدر تالف مزيكا، تقدر تلحن، تقدر توزع. فالكونتري ده حاجه عظيمه جدا. طيب عايزين نعرف الكونتري ده شغال من امتى؟ من 1920. طبعا اتطور بعد كده بقى 1930 و40، طبعا كل فتره بيتطور. كان اصله طبعا في امريكا، فكمان برضو في امريكا اللي هو يعني ايه الجزء الريفي شويه، يعني دول فلاحين امريكا، يعني اللي هو مثلا في تكساس، في المكسيك، كانوا بيسموه الكاوبوي ميوزك. فحاجه جميله جدا. بيعتمد على ايه بقى؟ نعرف منين دي كانتري ميوزك، لان هو مميز جدا. في الات جديده، فخلوا بالكم معايا بقى عشان في هنا معلومات جديده. في اله جديده مثلا اسمها البانجو. بانجو دي حاجه عامله زي المندولين كده، طريقه عزفها عامله زي الجيتار، برضو عندها ايد كده واخرها كده مدوره من هنا، وبتتلعب بحاجه كده زي الريشه برضو، وبتدي صوت. اوريكم صورتها دلوقتي اهي كده. وعندنا الاكوستيك جيتار. الاكوستيك جيتار اللي هو احنا عارفينه العادي ده، اللي هو بس الاوتار بتاعته بقى معدن، مش كلاسيك. فده الاكوستيك جيتار. وفي حاجه تانية اسمها ستيل جيتار. ستيل جيتار الناس بتتلخبط بين الستيل جيتار والاكوستيك جيتار. لا، الستيل جيتار ده بيتعزف كده زي القانون، بيتحط كده على الحاجه، على اي حامل بتاعه او على الرجل او حاجه زي كده، وبيتعزف كده، وفي ليه سلايدر كده، سلايد كده تقعد تعمل بيها كده وكده، ده اسمه ستيل جيتار، بيطلع برضه اصوات خطيره جدا. وفي حاجه اسمها الفيدل. الفيدل دي هي شبه الكمانجه بالظبط، بس بيبقى ليها شويه ايه، يعني في فرق بينها وبين الكمانجا شويه، بس هي نفس طريقه عزف الكمانجا برضو كده. وعندنا الهارمونيكا برضو. يبقى دي الالات اللي بتميز الكونتري. هتلاقي البانجو، هتلاقي اكوستيك جيتار، هتلاقي الستيل جيتار، الفيدل اللي هي شبه الكمانجا، هتلاقي الهارمونيكا. وبيستخدموا شويه السلالم البلوز والبلوز نوتس والحاجات زي كده عشان يلعبوا لون المزيكا ده. فانت لو بتسمعها ممكن تحس ان هي بلوزي شويه، لا لكن هي كونتري خالص، وبتديك المود اللي احنا اتفقنا عليه ده. عندنا التيمبو بتاعها، عندنا يبدأ مثلا من 80 ل 88، ده التيمبو المتوسط. بعد كده في اغاني كونتري سريعه، وفي حاجات لما اتطورت الدنيا زادت عن كده لدرجه ان هم وصلوها سرعه 160، مع اختلاف الثقافات بقى، لان بعد كده مثلا بيعملوا حاجه مثلا كونتري روك، كونتري بوب، كونتري جاز، حاجات كتيره. فالتيمبو بعد كده بقى يختلف، وساعات بيلعبوا بقى لعبه ظريفه، يعني مثلا التيمبو 160 مثلا، ما هو 160 ده نصها 80، فيديني برضو نفس التيمبو الاولاني، فتبقى المزيكا سريعه والغنى بتاعها بطيء. طيب المزيكا دي كانت مشهوره جدا جدا، كانوا بيسموها كمان موسيقى الطريق، لان معظم الناس اللي هم السواقين اللي هم بيسوقوا مسافات طويله مثلا، محملين بضاعه، محملين فواكه، الحاجات دي كلها الثقافه بتاعتهم ان هم بيسمعوا كانتري ميوزك. دي مشهوره جدا في تكساس، ومشهوره في المكسيك وحاجات زي كده، اللي هم بتشوفوهم في الافلام الامريكيه والكاوبويز والحاجات زي كده، دايما اللي هي اللونج رايد دي بيسموها، تلاقيهم شغالين بقى مزيكا اللي هي دي، تعتبر المزيكا الشعبي بالنسبه لهم، لان هي دي الثقافه، بيسموها تراديشنال ميوزك، دي ثقافتهم هناك. فهي ممتعه جدا جدا، هي بالنسبه لهم عاديه جدا، خلاص هي دي ثقافتهم، بس هي مزيكا خطيره جدا وممتعه جدا. طيب هتلاقي صوت الفوكاليست يعني صوته مليان كده وناشف، معرفش، انا مش عارف اوصفه قوي، بس يعني مش هتلاقيه، مش الصوت الناعم، هتحس ان هو صوت بيشرب خمور كتير، عامل زي صوت الجيبسي شويه كده. بس دي برضو هي الثقافه هناك، لان هي الحاجات دي اول ما انتشرت الكانتري ده كان انتشر في البارات وفي الشوارع، وهم مش الشوارع، تعتبر في الارياف، يعني هم تعتبر الدنيا كلها ريف، بيقعد في الزرع وبتاع، ويجيب الجيتار بتاعه ويبتدي يحكي قصه او يبتدي يعزف لحن او حاجه زي كده، فالثقافه جت من هنا. وبعدين في البارات الناس بتقعد تشرب، واللي عايز زعلان واللي فرحان واللي كده، وفي مثلا واحد ميوزيشن بيقعد يعزف لهم ويغني، فطبيعه البيئه هناك مع الشرب وكده بتلاقي صوتهم تخين شويه، مش تخين يعني بيجعر، لا يعني نوع الصوت
حاد شويه. ومن هنا انتشرت الثقافه، فالفوكال يعني ارتبط خلاص ان نوع الفوكال ده يبقى في لون المزيكا بالشكل ده. بعد كده طبعا الكانتري ميوزك انتشرت في كل العالم، في كندا واستراليا ولندن وكل الدنيا. يعني مين اشهر حد بيلعب كانتري مثلا؟ شانيا توين. شانيا توين دي من اكتر الناس المفضلين اللي هي بيلعبوا كانتري، رهيب وصوتها مميز بشكل جبار جدا. جوني كاش طبعا، في برونو مارس برضو لعب برضو يعني كانتري. في بقى ناس ما تقدرش تقول عليهم ان هو كانتري بس، لان برونو مارس لعب مثلا فانكو، هتلاقي لعب اغنيه تانية هيب هوب ولعب حاجات كتيره، فده برضو حد متنوع، فيلعب اغنيه كانتري اغنيه هيب هوب، وده التنوع. غير ان في ناس بتلعب كانتري بس، في ناس بتلعب جاز بس كده، يعني برضو بتبقى يا اما فرقه يا اما حد مطرب، فبينوع في الوان المزيكا بتاعته. المهم هو الموضوع لذيذ جدا، صيفي خالص، ممتع، مريح، اما تسمعه هتغير ثقافتك، هتحس ان انت بتسمع حاجة مختلفة على ودنك. واكيد طبعا اتعمل منه حاجة في العربي. عايز بقى لو حد يسمع المزيكا ويقول لي اه دي شبه كذا، اه ده في العربي حاجات شبه اللون ده كده، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. اهم حاجة بيهتموا فيها هنا بقى الجملة اللحنية، بيطلع لك جملة لحنية حلوة قوي ومريحة للودن، ما فيهاش دوشة وما فيهاش يعني، الناس رايقه، البيئه هناك يعني بتحتم عليهم كده، انت عايش في وسط الدنيا خضراء وزرع وحاجات والدنيا جميله جدا وكده، فبتلاقي الطبيعه بتفرض عليك لون مزيكا اللي هو طلع من الشكل ده كده، بيحكوا بيها القصص وبيحكي بيهم الحاجات اللي فرحانين بيها، كل التراديشنال ميوزك عندهم بالشكل ده كده. بس طبعا المزيكا خطيره، انتشرت في كل العالم. لو حد سمع اغنيه كانتري يقول لنا كده ايه رايه، ويقول لنا في التعليقات لو سمع حاجة زي كده في حاجة عربي. أشوفكم على خير إن شاء الله في لون جديد من أولان المزيكا.